مرحبا بكم في الأسبوع الثالث من لو ميور باتيسيي الجزائري. الخيمة لبست حلة جميلة بالقلوبة والكادوات لاستقبال لي باتيسيي الهواة. الأسبوع الثالث هذا إن شاء الله ما تكونش إليميناسيون، راني حنمد كامل واش عندي باسكو ما رانيش حابة نخرج. هذا الأسبوع راني معول على الطابلي بلو، جيسبيغ نسرقوا الغزلان. المراحل اللي فاتوا كان عندي شويه لو ستريس سورتو السمانه الاولى، مي دوكا ويروح بالعقل باسكو خلاص والفت البلان دو ترافاي تاعي، والفت لا تونت اي تو، دونك سافا. في هذه الثالثة سيمان راني حابة نخرج لارتيست لاو داخلي، نخرج لا كرياتيفيتي كاملة كاينة في راسي نحطها في ان سامبل جاتو. نقدروا نكتبوا ان مو؟ انا نكتب كوريا. اما الاسبوع اللي فات لو طابلي بلو جات عليا هكا شغل شعرة برك، ما كنت بعيدة عليه بزاف، وان شاء الله هذا الاسبوع لو طابلي بلو يكون من حظي انايا. رحنا في الاسبوع الثالث تاع ميور باتيسي الجزائري، وراني ماشية نبدا في طابلي بلو، وان شاء الله يكون فيها الخير عليا، وبالك زيد نقعد هاد السيمانة. تبالك شوية عندها عينيك، على بالك. عينيك تبهلي بزاف شوفي. الله يبارك ما شاء الله. يبان عويق صعيبة عليا هذه. موسى عليهم. كوغاج هند كوغاج. او ماما وي ما تبكينيش معاك سي تو بلي. قلت لك ما خطرت شو عطيني صعيبه. دوكا صح بديت تنهز على بالي بلي حتكون صعيبه باش نكمل المنافسه بلا بيهم. على بالي بلي هما لو كان نسقسيهم وين نرجع يقولوا لي لا. ان شاء الله يا ربي هاد ليموسيون اللي راهي عندي ان شاء الله برك فايت بوزيتيف بور موا باش نجيب لهم لو تابلي بلو، باسكو على بالي بلي يفرحوا بزاف كي يشوفوني ديتو. صباح الخير عليكم. صباح الخير. واش راكم؟ صافا؟ صباح الخير. الحمد لله. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في الأسبوع الثالث تاع هاد المسابقة العالمية. صوفيا عم بالنا حطيتيهم في كونجيلاتور هاد الدبا. نو ماشي اليوم. لا لا واش بيك واش بيك؟ توحشتها. توحشتيها؟ راني هنا. واسمها ناديا. نسلموا عليها. ربي يشد لك روحي نحي عليها الغبيده. او لا لا بدون لها كوتكس حتى انت هين. واش بكم اليوم؟ او كاين رولو مزيان بيان اونتوري بكوتكس رفيق. أنا حاب نبكي عليك خاطرش قعد غير أنت. يا خويا رانا تاكلي غير عليك. إن شاء الله جيسخي على عوتاغ. ما تبادلناش برك. جوني با انتونسيون. والله يكون في العون. إن شاء الله. هذا الأسبوع رانا حابين نكبروا بهن ونفتخروا بهن على حنانتهم وشجاعتهم. أمهاتنا خلونا اليوم نكرموا أمهاتنا اللي ربونا وكبرونا وما زال يكبروا الشيف مهدي اللي ما زالوا صغير. حاجة الأولى يعطيكم الصحة على الخدمة اللي درتوها سمنة اللي فاتت، واليوم تحدي جديد، وبمناسبة عيد الأم نسلم على كاع لي ماما في العالم. بغيتكم تخدموا لي اليوم أن فخوي اللي هو الكارموس. يهمني بزاف باسكو هذه الفاكهه سي لا بريفيري تاع ماما، وراني نستنى منكم فو ليبيري لا كرياتيفيتي اللي عندكم. كونوا قابزين في ليغو، كونوا قابزين في لي سافور، ديروا طارت انتخ ما كيما تحبوا، ردوا بالكم على ليكيليب دي سافور والفيزوال. واش قال لا لوزا؟ يعطيك الصحه مهدي، حتى انا نموت على البخسيس. حبيت نقول لكم باللي الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. حبيت تخدموا لنا ان غاتو لي يليق بمقام هاد الامهات العزاز بيان سيغ. حبيت نشوف محبه كل واحد فيكم للام ديالو. ان شاء الله نكتشفوا كامل هذا معاكم. باتيسي باتيسيير عندكم زوج سوايع باش توجدوا لنا باتيسري بالباكور كرموس كارتوس. 1 2 3 باتيسري وا لي باتيسي ايموسيوناوها قبل ما يباتيسريوها. Alors, je vais faire des pavlova, 6 pavlova. Je vais faire Alors, demain, je vais faire
دي تارت راح يكونوا هاد لا فورم. راح ندير ان جولي بوشاج سانت اونوري. راح ندير دي بتيت فلور بور لا ديكوراسيون. في لي تارت تاعي واش راح ندير؟ اون كريم داموند فوقها راني حندير اون بوري دو فيغ. جو فير ان تشيز كيك ا لا فيغ parce que c'est le dessert préféré de ma maman. Rana le thème tu as la fête de ma mère adore les cheesecakes et elle les fait très bien. حب كل باتيسيير للأم ديالو يسي يترجمو بأن غاتو كهدية ليها من خيمة لو ميور باتيسيير. دونك اليوم أنا خيرت ندير عفسة أوريجينال اللي هي اللي راح نستعمل الورق تاع الفيك في لاموس ديالي. دونك جوغي لاموس تاعي راح تكون بارفيمي بالورق تاع الفيك. صافي راح نخدم كاع لا فيك واش من الورق حتى لو فروي. La figue, elle représente l'Algérie profonde, la mer, la terre. Elle a de très, elle a des racines bien dans la terre et tout. Et ça correspond vraiment au thème de la maman. Donc, aujourd'hui, on a fait le dessert. J'ai choisi la feuille de la figue. باش نكه بها لا موس. كرموس نخدم به بزاف في الدار. ويحبوه كامل في الدار وكوالدي جدي الله يرحمه كان ياكلوا مع الحريره والشربه في رمضان عنده ساكريغ سو كي تكون كاينه الشربه كان كاين كرموس للباقر قدامهم دونك ان شاء الله ننجم نقبض طابليه بلو بيه بالكرموس اليوم. عندك ميزان رفيق اروح يزن عندي نفلوغ با دوك تخرجي الكاطو لو بلو بون كاطو كاع يتيك حنايا هنايا هذا مكان 100 غرام برك تيست سكر صح لاس لاس خلي صحه ما سكرك بلوغ با ياك هاجر مهدي واش راكي نهارك مبروك يبارك فيك ويسلمك اليوم راني حندير اون كوربي فوالا نهدي لها الماما كوربي واش يمك ليلى الله يبارك اسمها ليلى ربي يشدها لك اللهم امين تاع فهميني مولا بيتك ماشي تزيري ماشي تزيري انا ما كنتش على بالي حتى وريت تشوف هاوليك راجلي ايه بسلامتو هو من كوريا الجنوبيه لا كوريا دو سود ايه ناس ملاح شغل استقبلوك استقبلوني تقبلوك يعني تقبلوني شتيها تقبلوني شديتي لهم الحلوه سميوا بالعكس صابوني شغل حاجه جامي شفتو وخلعوا فيك وتعلمتي تهضري لغتهم نحضر شويه وكاش يقولوا البخسيس ولا الكرموس ولا الكرموس هذه ما على باليش هذه ما جاتك صح ما فهمتش فيها والعيد الام كتبتيها مقبيت بال اه كتبت احبك امي وكيش يقولوها سراني اما يا ني لالوزة بشراكي الله الحمد لله شحال راني فرحانه يا مهدي اليوم العيد الام عيد الام بيان سور لالوزة التام شباب بزاف صح وخيرت الكرموس باسكو الفاكهه اللي ماما تموت عليها وانا تاني نموت عليها خيرتها لي تاني على حساب دوك نوري لك واش درت لالوزة بيان سور سي سور يلاه الله والله بات من بال تخت لالوزة عندك اون تخت موديرن اها ديليكات بيضاء لي فيك الفوق فريمون باش تحسي لا دوسور كي تاكليها كي تاكل لا فيك صح الله الله يعطيك الصحة لالوزة عندنا ان فون دو بات سابلي عندنا لا كريم داموند سيترون بالكرموس طايبين معاها عندنا ان انسيغ فيك لافوند كرموس باللافوند ليجي باش نلقاو ان اكيليبر بين لا بات داموند و لانسيغ يعطيك الصحة وثاني عندنا لو موسو هذاك تخي ليجي ناقص السكر باش يجي ان اكيليبر في الفم افيك توت لي تيكستور باسكو ما نساوش بلي الكرموس تاعنا تاع بلادنا حلو حلو بنين ما يعطيك الصحة في الشكل وفي الذوق سيغ بنين بسم الله نقولك حاجه مهدي والله غير بزاف بني حتى الحلاوه ماشي حلو خفيف خفيف هاي لا باتسابلي تاعك فغياب البنينه ولي زاموند نحسو لهم ثاني تري تري بيان والانسر تاعك باش نقول لك مع لا لافوند متوازن ما نحسو حتى حاجه اكثر من الاخرى هذه هي اللي سي امبورطون لوزا ليكيليب تاع لي تيكستور
باش في الفم عندك حاجه خفيفه. ان شاء الله ينجحوا فيه ما يديرلكوش راك حابه. ان شاء الله ان شاء الله يديرلنا حاجه شابه ان شاء الله. يلا نشوفوهم. يلا يلا. فهمنا التام، فهمنا المطلوب، ولازم درك لي باتيسي يفهمونا واش راح يديروا في التكستور ديالهم والتوازن المطلوب. دونك في المواله تاعي ديجا راني الموالو اونوار راني درت ديجا لي فيك ودوكا نحطهم اون ديكوراسيون هكذا ساير داير. الوغ الحاجه اللي خصني تعجب الجوري تاعي سي لو ماناج سالي سوكري. الحاجه اللي خايفه منها سي ليكيليب سالي سافور. دونك انا بوغ لافيك تاعي راح نوتيليزيها هكذا هي فريش، دونك راح نديرها كوم اون بيوري. صوفيا وسحابه الخريف المصنوعه بلا بيوري لا شانتي تاع الكرموس بافلوفا على كاردامم ou la garniture quartier de figues. Sophia, ça va aller. Ma qui triste, Léo. Au contraire, là, je te connais pas. Hein, on chacun a dit la maman d'hier. Courage. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a, Léo? Alors, Léo, je vais faire des pavlova. Aïwa. La cardamome. Je vais faire une gentille mascarpone framboise. Ou je vais faire une compotée de figues bleu miel. Très bien. Tu as la compotée de la figue? Oui, on a taillé de figue. نجيبها يلا سيفك. تري بيان. ماشي ماشي كيرا ونحسب بيان بالبخسيس. حبيت نخلي العسل حسينا به. حبيت نخلي الكو تاع البخسيس هو اللي كثر. تري بيان سي لو تام. كوميم انا نحسو بالعسل هاي في بيان دوزا. يلا هذا الكاتو في خاطر تامير. ما شاء الله. على بالك كيفاش باسكو دوك دير لا بريباراسيون في لا بافلوفا. وي. باش لا مورينغ سو موي با. على بالي ندير لها شوكولا بلون. تري بيان. لاستيس باغاب لوين عيطها هذه. خلاص تري بيان. برافو. بون كوراج. ميرسي ميرسي ميرسي. يعطيك الصحة. بون كوراج. ميرسي. الفكره تاع لا بافلوفا تاع صوفيا عجبتني بزاف باسكو الحاجه صعيبه في لا ميرينغ سي كي تعود ان كونتاكت مع لي زوت بريباراسيون ال سوميديفي وقالت لي باللي تعرف لا تكنيك تاع الشوكولا سا فيزير راني نستنى لا بيرفيكسيون. انا صوفيا عندي 23 سنه من اجي جو سي شارجي ماركتينغ ما نقدرش تجوز سمانه بلا ما نشري بيجو جديد ولا ونحب لا باتيسري ملي كنت صغيره. نحب لي غاتو تاعي كي نشوفهم ياتيروني ديجا في الفيجوال تاعهم خاوتي مي بارون سي توت ما في فيك انا المازوزيه تاع الدار كامل يخافوا عليا اي تو. لوبجيكتيف تاعي في الميير باتيسي هي نفس لي باتيسي اللي حيكونوا معايا تحت لا طونت وندي لهم لو تابلي بلو مالكي ما نحبش البلو مني حاسه حيخرج عليا. رفيق يدينا تحويسه بالكرموس والبندق متكونه من ان فينانسيي ستروزل او نوا كومبوت دو فيغ ويغ اللفهاب ان فلوكاج موف. السلام عليكم رفيق واش راك؟ السلام عليكم. صحيح بيا شفنا فيك. الحمد لله صباح الخير. صباح صباح بيان. الحمد لله صباح. اكسيد. والسلام عليكم. واش راك اليوم واش عندنا؟ اليوم راني حاب نجز لكم اون بتيت سيربريز اللي حاب نخدم بلا فيغ كومبليتمون سادير من لا فوي سادير جونغ اون موس ا باز دو فوي دو فيغ. Donc je l'ai fait infuser d'abord. Ça m'intrigue l'infusion. Voilà. Docteur. Oui. Docteur. Très. C'est intéressant. C'est ambitieux. Bravo Ali. J'ai hâte de nous chauffer le résultat. Merci beaucoup. Ah, bon courage. Merci fille. Beaucoup. Bon courage. Merci. Bye bye. رفيق خير يخدم مع الورقه تاع الكرموس فريمون ايدي شباب بزاف بزاف كي ذقت لافيزيون فريمون حسيت روحي في الشجره تاع الكرموس. J'espère ne gaffe la dégustation, mais à l'équilibre des autres préparations. Alors, donc, بعد ما فاصونيتهم درت لا كريم دامونتاي حطيت لي فيغ هنايا راح نحطها تبرد برك باش تشد لا فورم ونحطهم يطيبوا. غزلان خيرت تارتلات فروماجير بالكرموس مخدومه بأون بوري دو فيغ كريم باللوز والبندق ان بوشاج كريم تشيز بلاسل اون بات سكري ou le tzine garniture quartier de figues. Il y a d'abord je t'ai fait une cette fois. Ça va ce que vous faites à chaque fois. Lazem. Alors, aujourd'hui, j'ai tenté le sucré salé.
الوغ عملت اون بات سكري ايوا عملت فيها شويه تاع الزيت وعملت اون كريم اموند نوا وعملت اون كوبوتي دو فيك والفوق عملت اون كريم فرماج فكره شابه هذه هايله وش هو الديكور تاعك ديكور تاع سوتري دي بارتلات البوشيه هما غير سامبل اي بو اوكي okay, بلا لو ريسك في الكو وي بون كوراج ميرسي بوكو بون كوراج ميرسي بوكو لا لوزا والصعوبة راح تكون شوية في الكاتو تاع غزلان راح لازم يكون عندها توازن في الأجبان وفي الحلاوات تاع الكاتو تاعها. بس أكلي لاباط أو لا لا أغالير فريمون لاباط تاعي ما حبتش ديمو ولا ملو مول كسرت كامل دونك لازم نعاود واحد الزيدة فريمون راني خايفة ما يكفينيش الوقت إن شاء الله صايغة هند راح توجد لنا فيك تشيز ساسها بيسكوي مادلين كومبوتي دو فيك استروزلو نوا اي اون موس كريم تشيز بالقرص ولا غارنيتور بندق وكرموس وفوي دور عسلامة لالا لوزا صباح الخير كيفاش؟ بالتم صعيبة صعيب من حيث لي زيموسيون فوالا وي جاتني شوية صعيبة باسكو هاد السمانة حسيت بزاف بزاف بناتي وكانوا شوية زعفوا كي حيت طبيعي بلوس لازم يولي لي وي لوبجيكتيف وي قالت لي ماما جو سي الكبيرة قالت لي على بالي بنتي لو حات الربحي بصح ما نجمش تعطي لهم Au nom des enfants, elle les prend. Exactement. C'est au nom des enfants. Ou surtout au nom de ma maman. Parce que l'homme taï. Ouais, l'homme taï, elle m'a transmis toutes les bases. C'est bien. Où est-ce qu'on a l'homme Alors, on a le fig cheese. Donc, c'est un peu les plateaux de fromage. Parce qu'on a les fromages. Donc, on a beaucoup de fig, les fromages. Mais on a deux plateaux de fromage. Ah, Rima. Ah, ouais, ouais. Donc, le plateau de fromage, blé noir, parce qu'il aime beaucoup. Ou le citron. Donc, zeste de citron miel, ou une compotée figue miel, un biscuit streusel en noix, pour que je mette le parmesan, ou des figues fraîches, mais le four avec des cerneaux de noix. Ou avec le finger tray, on va le rincer, donc dans un glaçage neutre. OK. حبيت نزيدو دي زاس دو سيتري. كيفاش درتي الكلاصاج نوت؟ الو جو بارتي سور باز دو غلوكوز بالسكر. و افيك دو لو اي جي انكوربوري ماس جيلاتي. واش نقدر نذوقو؟ الو جي ان بيسكوي مادلين، اون بيسكوي مادلين طاح لي في الفور، مي نورمالمون راني متاكدة من الخفة ديالو. ميرسي. ميرسي. هند دارت بزاف لي بريباراسيون، ستروزل، كومبوتي دو فيغ، كريم تشيز ومادلين. لازم كونت اون ا دي بريباراسيون بزاف هكذاك نلقاو اون باز سوليد باش ما يتقلبش الديسير افكار مختلفه وكل باتيسي على واش اعتمد في الكاطو ديالو وكيف حط الكرموس في التحضير من حيث الشكل ومن حيث الذوق تاني باتيسي باتيسي 10 دقائق يلا يلا كملوا كملوا يلا يلا vraiment radeau 10 minutes on est à hada wana ni n'amr fi la crème diali j'espère nelhaq fi le waqt na ya rani ndir fi la déco tay na la déco c'est ma partie préférée كنت stressée من بعد غير لحقت باش نديكوري الفافلوفا تاعي خلاص اني مليحه ان شاء الله يا ربي يكون لو ديكور شباب باسكو مي ما راهم يرجفوا باتيسي باتيسي خمس دقائق يلا يلا هين يلا هين يلا يلا خمس دقائق مروه يلا خمس دقائق خمس دقائق معناتها خمس ثواني بالنسبه لباتيسي دياولنا كل دقيقه بحقها عبدي مولا مهدي مروه يلا يلا فيزوال شو با تري كونتون مي او موان ان شاء الله لو غو يفا ساتراپي باتيسي باتيسي قعدتكم دقيقه يلا دقيقه يلا كنت نجف باسكو لو طون اون ا با بوكو طون اون 2 اور لازم تخرجي جافي بوكو دو بريباراسيون الحمد لله يا ربي جي في سكو جي بو Sans regret, donc Inch'Allah, ya Rabbi, t'ajib
le chef, les chefs. 5, 4, 3, 2, 1. هيا فرفرو يلا يلا يعطيكم الصحة. الآن الشيف مهدي ولا لوزا رايحين يجوا يدوقوا يميزوا وينقطوا. شفنا مجهود، شفنا إبداعات، شفنا حتى الدموع. ونكملوا الآن مع اللجنة التحكيم واش تقول. عسلامة صوفيا. صافا صافا راني حشمة هذا الشاب هذا البافلوفا ماشي شابة كامل صافا كي تضحكي حاجة مليحة راني نضحك. صوفيا في الفيزيوال تاعك إيدي شابة فريمون، عندك غير لا كويسون تاع لا مورينغ شوية زايدة، ليدي تاع اون بتيت بواط هكذاك فريمون وراهم لي فيك هذو. نو بالعاني خليتها فرا باش تقدر تغلق. باسكو سي امبورطون تحطي حاجة شابة تكون معمرة في الفيزيوال. صوفيا حاجة الأولى حبيت نسقسيك، عجبك واش معناتها بافلوفا؟ على بالي ديجا سماه على واحد دانسوز. دانسوز اكزاكتومون. الوغ شوفي هي البافلوفا جي كلاغ على هكا والله جايه مي لا كولاك زايده شويه بزياده مي لا كولاك جاتني شابه والبت طيبتها بالدموع هذه بالدموع على بها والمت لا كولاك تاع لا فيك باسكو راهي بلي فونسي عليها. صوفيا فريمون الكاطو تاعك بنين بزاف برافو. بالك برك تبكي. ماما تقدر تكون فيغ دو توا صوفيا فريمون. انا رفيق اللي فيك راهم حاضرين من الفوق راهم باينين مي بصح الفلوكاج تاعك راهو فريمون بلان ديفو. وي ما شدليش الكاطو مالوغوزمون ما شدش مليح. فوالا جيسبيغ لو كو يكون هنا ان شاء الله. ان شاء الله. حاجه مليحه سيك الكاطو تاعك ماشي حلو. لو ديفو اللي عندك في الكاطو تاعك سي كو ليكيليبر دي تيكستور ما هوش هناك اللي كنت نستنى فيها مانيش نحس فيها. نحسوا في لافيك فريمون حاضر. مهدي فريمون حاضر على لافيك والحلاوه فريمون ما كانش حلاوه كبيره. يعطيك الصحه. صعوبة التحديات تكون في النهايات قريبا. يا درا واش صرا مع سميه؟ Ça se voit bien qu'un beau gâteau. Ouais, franchement, je suis franchement, j'étais très contente. Qu'un chef à la fin de l'épreuve. Oui. Tu as le congélateur. Parce que je suis très contente. Je suis très j'avais peur à la dorscom. Je suis très contente. 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 حاجة مليحة فريمون الكاطو ماهوش حلو، ليكيليب تاع لي تيكستور ثاني سي تخي بيان. ليندا بالك لا كريم تاعك خاصتها بلوس دو جيلاتين. والله جي في جي اجوتي اون فوي بارابور على نورمال. درتي بالك بزاف لي بريباراسيون. فيها دي بريباراسيون. درتي بزاف لي بريباراسيون. ماهيش حلوة، لا كريم تاعك الي اونكتيوز، رانا نحسو بلي فيك، برافو. ميرسي. غزلان، راكي فرحانة بلو ريزولتا تاعك؟ سافا، مي جو مو دي توجور كو جو بو فار ميو. حاجة مليحة، أنا غزلان في الفيزيوال تاعك فريمون سي ديليكا، البوشاج تاعك شباب. دي بتيت بول هكذاك شابين لو فونساج تاعك فريمون برافو لا كولور لا كويسون ما شاء الله عليك لي بتيت فيغ الفوق برافو يعطيها الصحة خدمت خدمة شابة فريمون لو كاطو تاعك يشهي سا دون اونفي باش ندوقو لو كاطو تاعك هيا ندوقو ميرسي
نقول لك غزلان ان تري بون غاتو بني نحسو لو كوتي سكري سالي في لو غاتو تاعك فريمون ما عندي ما نقول غزلان فريمون اني فخور بزاف سي ان تري بون غاتو ما شاء الله عليك ما عندي ما نقول قولوا لها برافو يعطيك الصحه غزلان ونديه هند واش صرا لك؟ الوغ صراحة شاف جيسبيغ كنت راح تعاوني في الإجابة على هذا السؤال أنا على بالي لكم باسكو اليوم صح جاي راني هكذا طك 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 أنا نظن أني حبيت نزيد لا كومبوتي اللي درتها من الداخل الفوق باش نابورتي بلوس دو غو تاع فغيمون باش ننتنسيفي الغو تاع البغصيص جوبونس أيوة. كي نستعمل الفوق هند المشكل تاعك سي با دو تو لا كومبوتي باسكو لا كومبوتي ما تزيد والو سي لو سوكل تاعك ولا كانتيتي دو موس اللي عندك كيما راكي تشوفي لو سوكل تاعك رقيق ولا لا موس تاعك كبيره وثاني في الطول لا موس تاعك كبيره على لو سوكل تاعك Très bien, donc okay. ça a créé un déséquilibre Exactement. Sur le poids. Organiser. Sur les deux côtés, le côté s'affaisse, il traîne, entraîne l'autre. Ok, merci. Quelle est la hine au chaque dernière bouteille? Un biscuit madeleine? Oui, au citron et au miel. طيب بزاف. Hind, l'équilibre des textures, mais aussi là, le biscuit madeleine خشين بزاف. في لابار اللي ديتها صافي جانا نحس بزاف لو سيترون اكثر من لافيك سي دوماج ميرسي دوريا يعطيك الصحه تري بيان انا الفيزوال عجبني لو بوشاج تاعو شباب لي فيغ الفوق سا دون لا كولور لا طاغ طيبه مليح ان شاء الله لو غو يكون ان شاء الله بالكرمص ديالك فريمون حاضر في كل مكان في كل مكان حتى لاباط تاعك فريمون دوب في البوم ميرسي بوكو يعطيك الصحه ميرسي هاجه مروة الفيزوال تاعك كنت نستنى منك اكثر بصح لو لا فورم تاع الكاتو تاعك اوريجينال خاصو بتات ان رابيل تاع لا فيغ الفوق وي خليك سوبريز داخل خليك سوبريز الاوبجيكتيف تاعك كان سوبريز وي مروه لاباط تاعك شويه ناقصه الطياب سي فري ياك هي تبان خضره شويه ماشي طايبه مليح كما قال مهدي كيكون عندنا ان غاتو فوغي لداخل ان فخوي لا لي فخوي ساك ولا فو دائما غابلي نحطوا حاجه من الفوق بو غابلي واش عندنا لداخل ابار سا الكو ان شاء الله يكون بنين ان شاء الله مروه لا تخت تاعك بنينه سي فغي لا بات باينه ماهيش طيبه بصح عندنا لو كروستيون لو كوتي فريابل حاجه مليحه نحسوا لي فيك مليح ولا كونسيستونس تاع لا كريم تاعك ثاني راهي فريمون ما شاء الله عليه ابار شويه لا بات خضراء شويه يعطيك الصحه ميرسي بصحتكم شفنا خدمة مليحة من يدين الباتيسي والمشاعر اللي حطوها في الجاتو ديالهم كاين اللي بدع من البداية للنهاية وكاين اللي صراو له مشاكل مع الفينيسيون هذا الملخص راح يجاوبنا عليه لجنة التحكيم ليعود لها القرار الأخير توب ولا فلوب هذه هي حلاوة المنافسة قبل ما نجوزو لتقنيات فن الحلواجيات مع اللالوزة واللي رايحة تقتلكم بالحنانة اللجنة راهي داقت هاد الباتيسري تاع الباكور كرموس كرطوس وفي الحقيقة نقولكم صح كان من الصعب الترتيب للفلوب والتوب خاطش نجحتوا اكل باش ديروا حاجة مليحة لكن على بالكم لازم تختار هذه الرجنة زوج توب وزوج فلوب التوب الأولاني ولا الأولانية هو ولا هي غزلان واختارت التوب الثاني اللي هو ولا هي صوفيا
واللجنة اختارت زوج فلوب. الفلوب الأولاني ولا الأولانية هين، الفلوب الثاني سمية. ما قلوش زعما الفلوب سيك راكم ماشي ناجحين، أو كونتخيغ راكم ناجحين وتحبوا لي مامون تاعكم بزاف 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 كيما نحبوهم حنايا، ومازالكم دوز إبخوف نعاودو نطلعو فيهم إن شاء الله، ونتدارك الوضع إن شاء الله. نتلاقاو في تحدي تقنية فن الحلواجيات، لكن على بالكم الآن أني نشوف طابليات لازم يتغسلوا بأومو. سمية هي اللي عندها طابلية نقية، تبدأي مع سمية. تفضلوا يلا، تفضلوا للماشينة وحطوا لنا الرغوة تاع أومو. تفضلوا، شفنا هدية لباتيسي للأم ديالهم، ودرك ننتقلوا لهدية لالوزا لباتيسي الهوات في تحدي تقنية فن الحلواجيات. واش جدتنا لالوزا اليوم؟ يا يما المرة اللي فاتت ما حبس حبستنا هاد الخيارة، مازال ما ولفتش، ما لقيتش كامل روحي باسكو توجور تعطينا ان غاتو ساهل ساهل، بصح توجور تعطينا حاجة معاها لازم ديشيفريوها. لا ديكوفري لي غاتو الجيريا اللي فيهم الورد كاين بزاف. شابلي بلو هالسمانة جو بونس با، وإن شاء الله علاش لا ما نكونوش بيسيميست. كيفاش ماهو يبان لكم منا؟ مانيش قادرة نشوف. كيف بطاسيك؟ وعجوزتي دايما تقول لي هند، كي نقول لها يماني خايفة ما متقليدي تقول لي ما تخافيش، نتكل عليك وعلى بالي بلي عندك لي كومبيتونس باش تسلكي راسك في أي محنة. نشوف الماشينة تاع البقلاوة. ايبا ماشي باك البقلاوة والعسل، بصح ماكاش العسل. كاين مارغريت دو فيتاج، كاين لاباتاسيك، كاين لاباتاسيك. يا يما العزيزة ما رانيش كاع حاسة روحي في التحدي. القارص قنيدلات، قنيدلات صور الطابع تاع قنيدلات اللي نقطعو به مع هدايا تغلف هدايا وديري لا فلوغ تاعك. كي دخلت هكاك وشت عيد الام فريمون سي حاجة اللي حاجة اللي بزاف تأثرتني. الشيف مهدي ماذا بيك تدي اللالوزة تفششها وتحوس بيها راهي مقام يمك. على راسي لالوزة باينة هذه. ما بيد لي باتيسي وباتيسيير يكتشفوا الكيلات. حتى انا حبيتهم يفشوني كامل ويعملوا لي على حسب ولا على قد حبهم ليا. قولكم تاني ما تنساوش عينكم هي ميزانكم. بون كوراج. واش راكي هين؟ صافا الحمد لله. كاش ما خطفتي من الكيلات اللي محطوطين؟ جيب لي ربي مهدي، انا لي زيبروف اللي كنت خايفه منهم في الميور باتيسي باذن الله هما اللي راني نلقى فيهم راحتي. وعرفتي واش نورمالمون باذن الله وشنو هي في رايك؟ نورمالمون القنيدلات. رفيق جوبونس كو سي القنيدلات باسكو هي اللي تجي لا فورم تاعهم كيما لا فلور. تجيش والحاجه اللي يمدوها ليماتنا في عيد الام سي بيان ورده. ورده حتى الطابليه الزرقاء يمشي نفا. نقولوا الاخرين ودي. واش رايك غيزلان؟ راني نشوف كي كاين دي فايس ما كاين دي فلور سما انيدلات. اما لا على بالكم واش راهو يستنى فيكم؟ ماذا بكم تخدموا لنا مشموم قنيدلات الله الله كيلة بكيلة. عندكم زوج سوايع والتذوق راح يكون بتخبية. 1 2 3 باتيسي روح. مشموم القنيدلات تاج راسنا اللي جابتنا للدنيا الله يخليك قنبير منور عتمتنا، عمرنا ما نقدروا نوفيو لك تعبنا ولا نردو لك خيرك وما يليق بمقامك في هذا النهار غير مشموم القنيدلات. نبداو بالعجينه، في جفنه خلطوا 3 كيلا فارينه شويه ملح وفانيليا ملون غذائي ابيض وسكر كلاص، زيدوا لها مارغرين توريق دائبه، ليموها بالماء والماء زهر حتى تتحصلوا على عجينه طريه ما تكون جاريه ما تكون ناشفه. عينيكم هي ميزانكم باش تحضروا الحشو.
حطوا كاسرونه فوق النار، سخنوا الماء والسكر حتى تسخن مليح، ضيفوا لها اللوز وخلطوها فوق النار حتى تنشف. كي تبرد جمعوها بالبيض وفانيليا ومبشور القارص. فتحوا العجينه وبداو تشكلوا القنيدلات، وما تنساوش تخلوها تريح في البروده. موراها حطوهم في الفرن وعسوهم. بعد ما يطيبوا على قانيهم زينوهم بالعقاش. هيا يبقى لكم غير المشموم. العجينه راهي قدامكم، وروا لي حنه يديكم باش تقدموا قنيدلات بالطبع والشان يليقوا بمقام العزيزه جنتنا وتاج راسنا. شوف الكلوب. لا لوزة سهلت لنا بوغ اون فوا، عطاتنا لي زيتاب تو، وانا القنيدلات نعرفهم ديجا تسمع على بالي كيفاش يديروهم. فهمت بلي حنديرو قنيدلات المشموم اللي هو في الدرجه ديالنا لو بوكي. راني فرحان بلي راح نبدا نخدم، وان شاء الله نخرج ان جولي بوكي فلور اللي نهديه لا لوزا واللي ما بيان سور. اذا بزاف شباب باش نكبروا بالامهات تاعنا اللي جامي نقدروا نردوا لهم خيرهم فوق راسنا. ربي يطول في عمرهم والله يرحم لي ماتو. حنا في العرس تاعنا سي اكسيبسيونيل باش يديروها، سي اكسيبسيونيل. راني بين وبين جو بريفير نسبق من لاباط والحرش، كي نوصل للمشموم نخمم له. دو بزبدة تاع ماني هايلة للفيتاج. راني نشوف تسخنوا الماء والسكر، ما عرفتش شحال الماء والسكر صاي. انا نبرد شويه السيغو تاعي الونسيان كما بكري. اهم حاجه في تقنيه اللالوزه هي معرفه المقادير وفهم الوصفه الصحيحه اللي باتتها لهم على شكل قلب، وعلى قد محبتهم ليها لازم يفرحوها. ايه هكذاك. المره اللي فاتت درتي لنا مقرطات كانوا بنان. وي هذه الخطره وقيله دير لنا قني ودلات. هذا هو لو بروبليم. دير انا يا معليش ديريهم صغيورين ما نعرفش ونجحيهم. معليش ان شاء الله ان شاء الله. هي مام يجوا شابين صغيورين. وي مي سا برون بلوس دو طون. جامي ما خدمتيهم. والله خدمتهم بصح سي با لا ميم مانيير. خدمهم انا اوكازيونيلمون ماشي تعرفي تقرصي. سافا صافا. انا تاكلين على السنين ده. الله يسهل سلمك يعيشك. ميرسي بوك. الماشينه انا عندي سوفنير معاها حتى مع عجوزتي. عجوزتي كما قلت لكم ديجا سي اون سبيسياليست تاع الصلصه بقلاوة. انا عجوزتي تحلها بلا ماشينة برك، وكي نشوفها نتفكر بناتي. رفيق عسلامة. الوحداني الاخير. لازم تشد عاوي دبر راسك. راني معول. راك معول. راني شفت معول. جبت الحلال الكبير اللي غلط. دوكا تقعد قرص ودير لنا المشموم هو البوكي. المشموم ها فهمت هو البوكي. بوكي تاع القنيدلات ان شاء الله برك نفرحوا لالوزا ماشي كيما هذيك الخطره. قلت لهم انتوكا ما عندهمش باش يكاموفليو هذه الخطره. ماكاش المحبس ماكاش اللي يصبغ بالك تلبس لها الحلال تضربك به. اللي يقولها لك هي معوله. رد بالك خد الاخران هذا واش حاجه تروح انت يا الله يسهل. الله يسلمك مهدي. ميرسي. اسمي رفيق في عمري 29 سنه من الجي. جو سوي كوميونيتي مانجر. نحب ندير لا باتيسري باسكو تكالميني. المسابقة الميور باتيسيي الجزائري بور موا كان حلم باسكو هي فرصة اللي راح تفتح لي بزاف بيبان. الرياضة بالنسبة لي عندها دور بزاف مع لا باتيسري باسكو تعلمني باش نكون صابور بلوس. راني حايب نثبت روحي بلي راني قادر نربح مسابقة عالمية كيما مسابقة الميور باتيسيي الجزائري. على حسب ما فهمت انا نعملو شويه بيض باش كي نطيبوهم في الفرن ما سمحلش.
لوزه وشي هذا اليوم؟ راك تشوف واش درت لك اليوم. الله يسلمك. جبت لك انا مشموم القنيدلات. أيوة. كما نقولوا مشموم الود هو مشموم القنيدلات اللي هي حلوه تقليديه تاعنا تاع زمان اللي نهديها لكل ام اللي تجاهد وتكافح وتضحي على جال ولادها. ان شاء الله. الله يسلمك. الو مهدي شوف واش درت. هذا المشموم هذا خدمته بلا بات جام باست. خدمنا العرف تاعو وسند لنا الوريقات تاعو وحطينا هاد لي غوص تاع القنيدلات. مانيفيك. مانيفيك. والقنيدلات مهدي نخدمهم باليد. هذه حلوه تقليديه عريقه قديمه. بالوحده. بالوحده ونبنسيوها وحده قدام وحده. ونخليهم يريحوا شويه باش نطيبوهم. وهما ما يتعسلوش يجوا معسلين باسكو نخدمهم ديجا في الكاسرونه لافاغس تاعها. هي واعره في الخدمه وتشد يد كبيره. مي حاجه شابه وحاجه تقليديه اللي نتعزوا ونعزوا بها بزاف. ما شاء الله. الله يسلمك. نضربوا؟ بيان سيغ. يلا. وردة. شت الوردة. راك تشوف مهدي كيفاش تجي؟ تجي واقفة على قنيها. والله ياك. ما شاء الله. وتجي معسلة بلا ما نعسلها. راك تشوف لي بلي شحال من بلي نديرو فيه، نخدمو فيه بزاف لي بلي باليد باش تجيني الحبة فغيمون. خدمة كبيرة. بيان سيغ، تشد بزاف اليد، مي كوميم حاجة تخديسوني نحبوها بزاف. ما شاء الله. ذوقوا. يلا. خص كاس اتاي صح يمشي مع الاتاي. راك تحس بالقارص والمزهر ولاباط تجي فريمون رقيقه. راك تشوف بصحتك. ما شاء الله ميرسي للوزه. الله يسلمك. هذا قاطو يجي مليح في عيد الام. وراك تشوف ماشي هذاك المعسل حتى نقهمو منه، مي يجي معسل على قانيه. اش راكي تستنى منهم للوزه اليوم؟ انا نستنى منهم يخدموا لي ان بوكي كيما هذا على لوغ فاسون، على طريقتهم هما الخاصه. معليش المهم يطلعوا لي القنيدلات واقفين وطيبين على قنيهم بيانس. ولازم يديروا لك هذا ال يديروا ان بوكي. لازم ان بوكي باسكو سي ان بوكي فلوغ، هو مشموم القنيدلات. لازم يخدموه، مي كل واحد وطريقته كيفاش حاب يخدم. لا لوزا جيات نشوفوا اش رايحين يديروا. ان شاء الله ان شاء الله يخرجوا لنا مشموم قنيدلات كيما هذا. ان شاء الله. ان شاء الله. مشموم قنيدلات هديه لا لوزا لكل ام في هذا العالم اللي ضحات وما زالها تضحي. فيها بزاف عينك ميزانك. نتمنى بليك العجينة جاتني كما حبتها لالوزا. اجي لوبي هذا في الدهوتي. راني نسيي نشفو. تبرد شوية. واش راكي هاكا؟ هادي نهارك مبروك. يبارك فيها ماتك. صافا. قريب هكذا وديتي الطابية الزرقاء هكذا. اش دست هكا عليا؟ جزت تحت نيفك. وي كيما جاي غير كيشم ريحة تاع الفرماج. ما تقوليليش باللي القنيدلات جامي ما خدمتيهم. باقي لا خدمتهم خدمتهم ديجا مي صافي بيان لونتون فريمون. قلتي يا درتي في عرسك القنيدلات؟ درت درت لي غاتو تراديسيونيل. درت عرس الجيريا نون بلوس. درتي قنيدلات ولا ما درتش قنيدلات؟ ما نكذبش. راحت لك. ما درتش قنيدلات. مالا راطرابي هنايا. ان شاء الله. كل يوم. ان شاء الله. الله يسهل. ميرسي مهدي. لحقت مع القرصه. روحي تشوفي شوفي. تعرفي تقرصي ولا جامي ما خدمتيهاش؟ هي شوف جامي خدمتهم مي نعرف نقرص. وي تشوفي هذه راهي تزيريات بصح زيدي كمليها باش تولي. استنى دوك نديرها لا طاي. وماك شطحيها. ايه بيان سور نديرها لا طاي 38. نديرها الخنقه هاك. على كل حال لا لوزه ما تقبلش فوق 38. هذه داخله في الخطبه. لا ما كي صح تخطب يقول هذه حبه قنيطه. ايه هي هكذا دايره في بالها شغل خطبه. ايه خلاص نديرو على مشيانه. راحوا يميزوا. ايه اسمع تشوف ها. خلاص انا او قابلين. قابلين يا خلاص ربي يهنيهم. هذاك النهار قلت لهم العروسه. ايه ياك سمعت. وي وي خاصات كبيره. ايه والله العظيم كنت بغا طايح اكثر من طايح. بالقنيدلات. ان شاء الله. دوكا سمعي شطحيها. هاني حشطحي. هيا فوالا شطحي. هاي والله يعطيك الصحة. هاني نشطح فيها هكذا. واني نطلع او ميم طون في لافاغس تاعي. باتيسي باتيسيير اي قعدت لكم ساعة. عين ماني راهي عليكم. ساعة. بأن ساعة راني عادة ما فاصونيتهمش مازال ما بردوش مازال ما طابوش. راني نداوس معاها.
سورتو كي زاد قال لي مازال ساعة تفرفشت الحق خير ما قاليش قطعت هو غير قال لنا ساعة تقطعت لاباط دارت لي شويه لي غرومو تاع الزبده باسكو الزبده كانت سخونه دوك الحاجه اللي حاصله فيها سي لو مول جاني هذا بزاف كبير وهذا بزاف صغير ديكو والله ما على بالي هذا راني نضرب معاهم باسكو جو لاباط ماهيش حابه تجد روحها مليح مي بون راني نشكل الشكل اللي لازم يتشكل تكنيك انفو بس لازم نحكم بنقسم على اربعة ونبدا ندخل هكذا ديرهم كيما مالشا ديرهم فوالا سيتو كملت لاني دلات السعير راهم يبردو اوفخي نمشي ابدو ريسانهم ونمشي نبدي في الورقات باتيسي باتيسي 20 دقيقة يلا يلا 20 دقيقة يلا إن شاء الله نلحق برك يا ربي هذا وين راني ندير المشم بديت المشموم إن شاء الله نلحق ما فهمتش على راهم يميلوا لازم دي زاستوش باش ما يتفتحوا كوم أنا ما نعرفش كلش في لي كاطو تراديسيونيل مي لازم نسلك راسي هذا ما كاين لو بوكي لازم يجي واقف هكايا شغل بور موا سي سي ان بو ديفيسيل باسكو القنيدلات ديجا فيهم البوا ما سميتوش كاع المشموم هذا والله اعلم بداو يحمروا من الفوق فرانشمون والله ما على بالي طاحوا لي كامل باتيسي باتيسي خم خمس دقايق يلا 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 صاي سي ترو طاف مية خمس دقايق اه مهدي خمس دقايق مهدي خمس دقايق يلا يلا أنا شجرة واقفة ما فهمت كيفاش راح توقف خفتي المشموم يوقف لي من بعد يطيح يصرى لي كي تحدي شاف مهدي نروح نتعلم تخاديسيونيل سكارا في لي زيبخو تاع لا لوزا باسكو فرونشمون تعطينا واحد الصوالح جيسبيغ كو راهم طايبين مليح باسكو دي فوا القنطلة تيخدعوك un bouquet de fleurs. Ils sont venus عندي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا فرفرو يلا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة الآن اللجنة راح تجي مع اللالوزة والشيف مهدي باش يدوقوا بتخبية باتيسي باتيسيير تفضلوا جيبوا لنا مشموم القنيدلات أرانا نشوفوا أشكال وأنواع تاع مشموم القنيدلات ما بين يدين لي باتيسي والخوف أراه على وجوههم على بالهم بلي التحدي ماشي سهل والتقليدي عنده أساسياته بصح مادام راكم تحت الخيمة تاكلين عليكم ولا حنت يديكم راهو الحق وقت الصح اللالوزة والشيف مهدي راحين يجو يدوقوا يميزوا وينقطوا ويرتبوا هذا المشموم تاع القنيدلات من المليح للمخير تفضلوا تفضلك سلامة سلامة شي كيما توعدنا هاك تشوف مهدي انا نشوف ما كانش قال لي بوكي واقفين درتو كل حاجة حابطة سوبر بلا راكم سور كان عندكم لا ميم غوسيل تفضلوا تحاسبكم المشموم تاع القنيدلات الاولانيه تفضلوا هنا البوكي ما كاش المشموم ما كاش ياك قعدوا القنيدلات اللي دار هاد القنيدات ماغر كو ماشي فريمون 100% شابين مي كون ميم راهم واقفين وما طاحوش وما مالوش مي كون ميم قول هاد القنيده راهي صافا هي طلعت شويه انا راني نشوف فيهم طيبين مليح
كيما لي دكتور عندك اللوزه تري بيان. دوماج ما كاش لو بوكي، نشوفو لكم ان شاء الله. ذوقو يلا لي دار هاد القنيدلات ولا دارتو مالغريكو ماشي فريمون شابين يعطيها الصحه ولا يعطيه الصحه بنان وعندهم لوغو تاع القنيدلات. انا لوغو عجبني رانا نحسو بالسيترون مليح وثاني لاكوش تاع لاباط راهي رقيقه برافو. لا لوزا نعم كي جست ليهم قلت لهم باللي تحبي القد 38 سينو تبطلي. الو هنا تاني ما كانش البوكي، البوكي تاع المشموم كيما نقولوا ما كانش، القنيدلات حاضرين لكن نص تاعهم طايحين ونص تاعهم واقفين، المهم المجهود ندار هذاك هو الصح. لا فارس ما راهيش معجنه وما راهيش ناشفه، يعني راهي معسله شويه، بورتون ماشي معسلين، نعطيها الصحه ولا يعطيه الصحه اللي دارها. دوماج لاباط جات شويه يابسه. لو بوكي ماشي حاضر، نشوفوا راهي مهدي. انا لو عجبني خاصو شويه سيترون، ما حسيتش السيترون بزاف و طيبين مليح. لا لوزا جوزي امي سناو فيك. هنا البوكي حتى وراه حاضر وكاين، يعني ماشي واقف، هو كان لازم ديروا ان بوكي واقف، لكن القنيدلات فريمون باريوسي ماشي طيبين وفريمون طاحوا كامل باسكو طابو سيغ بلاص، هادو ما شدوش كامل روحهم، هو امبوسيبل نطيبوا قنيدلات في دقيقتهم من الموحل. عندكم لا كرياتيفيتي ان شاء الله الذوق يسخى تجيب ليه ان شاء الله. ذوقوا يلا يلا. القنيدلات حتى بما راهمش طايبين فريمون بيان سيترونيه وساسوفا بلي ماهوش طايبين باسكو لافارس راهي متلوقه كامل، مي لوغو تاع سيترون فريمون حاضر بزاف، دوماج ما عطيتولهاش الوقت تاع الراحه. كيما قالت لها لوزا رانا نحسو بالسيترون كي ماهوش طايب سي ديزاغريابل في لا ديغوستاسيون. لا لوزا مشمو بلا قنيدلات كنتي تحوسي على الطياب او مقابلينك او طايبين. طايبين على كيف هما صح القنيدلات هم طيبين وحميمرين على قنيهم، لكن ما شدوش لا فوم تاع القنيدلات والمشموم ما كاش. ندوقوا ان شاء الله يقعد الدوق بني. واش قالوا شاف مهدي؟ انا في الفيزيوال راني نشوف باللي لا تاي تاعهم وكل كيف بصح خاصهم لا تكنيك اوتور، لو بوكا ما كانش مالوغوزمون، طيبين مليح. دوك ندوقوا. دوك ندوقوا بيان سور. القنيدلات ماهمش معسين كيما يلزم الحال. ما كانش كامل لوغو تاع السيترون، لكن طياب تاعهم طياب شباب. انا الحاجه اللي عجبتني سي كلاباط راهي رقيقه، سي اغريابل، اي خاصهم السيترون. واش تقولي لا لوزا؟ انا قلت قنيدلات بلا قرص. بلا مشموم دوماج، حنا كنا حابين المشموم واقف والقنيدلات. ان شاء الله باك يكون كفاهم الوقت، انا جو بونس دو زغ. كنتي تحوسي على الخضوريه او كاين الخصانه ما يستناوك، تفضلي. دوك انا على بالك واش راح ندير، راح نبينيهم كيما راهم، كل واحد ووحده فيهم يجيبوا لي ان بوكي دو فلور. ياسر ساهل بزاف عليهم. ساهل ماشي واعر. هنا كاين ايفور باش يندار المشموم، لكن قنيدلات ما على باليش انا ولا درتهم بالقرفه ولا درتهم بالسيكرورو ولا ما عندهمش كامل، يعني اللون تاع القنيدله تاع لافارس تاع القنيدله بالذات. لازم انا في الفيزيوال راني نشوف كاين ايفور دو فوليم تاع لو بوكي بصح لا ريغولاريتي ما كانش. دوكو يلا ديروا الكاكاو نو تقريبا. فهمت؟ ما فهمت والو لا والو. ما عرفنا لا راهي بالقرفه ما كان نقول تاع القرفه الكاكاو، ما عرفنا لا كاكاو ما كان نقول تاع كاكاو. اون ديغي مخدومه بلا كرامونبيغ. اكزاكتومون. لا تكستور تاع لا كرامونبيغ. لا تكستور تاع لا كرامونبيغ. ما عندهاش كاع البنه تاع القنيدلات. لا لوزا واش تقولي؟ هاد المره ما نقولش باللي ما هم مشموم ما هم قنيدلات. تفضلي او كاين المشموم والقنيدلات يسناو فيك. انا جاب لي ربي لي كونديدا ما فهموش مليح لو تام اللي هضرنا عليه باسكو لو بوكي لازم يكون واقف، لو بوكي ما يكونش راقد كامل.
المهم لو باتيسي ولا لا باتيسي اللي دارتها دارت جهد والقليدلات باك ماهم شادين روحهم مليح ان شاء الله الذوق يكون كاين وحاضر. هنا رانا نشوفوا لا فورم تاع البوكي الخدمه تاع لي في شابين دوماج القنيدلات تقلبوا شويه ان شاء الله لو غو يكون هنا ضوقوا ان شاء الله. يلا يلا انا حاجه اللي عجبتني كامل في هاد القنيدلات اللي راهم معسلين حاسوا القنيدلات تاع الصح ما قالك ما يتعسلوش هما راهم فريمون معسلين نعطيهم الصحه كوميم عندهم الكو تاع القنيدلات مي القارص ناقص شويه تاع القارص. عندك الحق لوزا القارص ناقص بصح لا تيكستور تاع لا فارس عجبتني. واش تقولي نص مشموم مشموم وقنيدله مايلة شوية مايلة شوية مي نقولوا عليها قنيدلة قريبة قريبة مقاربة للقنيدلة بالمشي رايحة للقنيدلة فوالا رايحة للقنيدلة رايحة للقنيدلة اوكي رايحة أرواح يعني ماجية أنا هاد البوكي عجبني أن بوكي دو فلوغ القنيدلة تراهم طيبين بيا من الفوق مي راني نحس فيهم معجنين شوية من تحت هذوك الله أعلم ما حتى نجبدوا لا غوز من البوكي ديالو من البوكي هذا يبان بلي بنيتها اللي دارته حتى ما عندوش الفوليوم كيما شفتو عندك معليش عجبني كاين تخاوي كاين خدمه ان شاء الله لوغو يكون هنا يعطيكم الصحه لوغو يلا يلا فاصون لا فورم راهي رايحه للسليلات رايحه للرزيمات عندي خلاص ما قدرتش ناكلو مي هي صح ولا غير معسله شويه لكن اللوز ريحته شويه خشن. انا لا فاس عجبتني بصح خاصهم شويه لا كويسون اون بليس. اما لا جوزو انا جايزين. الو هاد القنيدلات يشبهوا للقنيدلات مرفودين كيما القنيدلات مبليسيين كيما نقولوا احنا كيما القنيدلات خصتهم شويه تاع الحماريه من الفوق. انا اللي عجبتني لوزا سي كاين ريغولاريتي في القنيدلات كاين 11 البوكا دوماج ما كانش بصح ان شاء الله لوغو يكون هنا ان شاء الله. يلا يلا نذوقوا يلا العجينه ماشي طيبه لا لا باتا هي فريمون بزاف معجنه ولا فارس راهي ناشفه دوماج باسكو ماهوش طايب مليح اي ثقيل في الفم فريمون سي دوماج. لا لوزا واش تقولي؟ واش راح نقول عليهم؟ باسكو في الوجه صح قنيدله دوماج في الدوق على خاطرش لاباط راهي شويه خشينه مي سينو كانت راح تكون حاجه مليحه. اما لا ماشي مشموم بصح قنيدلات يشبهوا القنيدلات هما يشبهوا القنيدلات لكن الكو دوماج ماشي قنيدلات. لا لوزا وشاف مهدي بعد ما داقوا وميزوا الحين يرتبوا هاد المشموم تاع القنيدلات من المليح للمخير تفضلوا. في ميزكم وش من مشموم قنيدلات راح يعجب لجنة التحكيم؟ لا لوزا اشكون يستاهل المرتبة الثامنة؟ الثامنة بعد اللي كنت قدامها هذه شكون دار هذه؟ شيف مهدي شكون يستاهل المرتبة السابعة؟ شكون اللي دار هذه؟ هاجر واش درت لنا هاجر؟ لالوزا نعم قولي لنا شكون راهي ولا راح في المرتبة السادسة؟ السادسة هاد المرتبة من نصيب سمية غزلان في المرتبة الخامسة في المرتبة الرابعة رفيق شاف مهدي على بالنا بلي وحدة شكون راهي في المرتبة الثالثة شكون اللي دار هذه مروة برافو ساشون في لا بروميير فوا درتهم الله يبارك قعدوا زوج متنافسات ليندا اللي نجحت المرة اللي فاتت من المقيرط وهند اللي كانت فلوب وبالك هي طامعة تولي توب يا درا لا لوزا نعم شكون راهي في المرتبة الأولى
المرتبة الأولى شكون اللي دارت هذه؟ ليندا. هذا راح يحفزني باش نجي نزيد نخدم أكثر، وإن شاء الله يا ربي بوركوا با أفواغ لو كو دو كور تاع لو شيف. يعطيك الصحة ليندا. دقنا لوغو تاع القنيدلات حاضرين، اللي لازم لكم تتعلموا مليح الحلويات التقليديه تاعنا على بالنا يبخفوا على القنيدلات فغيمون واعرين، لكن ديروا لها قيمه للحلويات التقليديه تاعنا وعليو فيها ان شاء الله. يعطيكم الصحه. هين برافو. فلوب ولا دوزيام بوزيسيون ما شاء الله. تفضلوا جوزو ذوقوا الحبيبات تاع القنيدلات. واحد الاستعيد تحرق دونك لوز محروق ما عنده حتى بنا. جيت لا ديغديير مي معليش في لي بروف تاع مهدي كوت توب، ما زادت لي لا كرياتيفيتي، ان شاء الله ندير كامل اللي عليا باش نزيد نكون توب. وما تنساوش تجوزوا كذلك ديروا لنا هاد الطابليات في الماشينه وتزيدوا لها الامو. تفضلوا تفضلوا. يعطيكم الصحه جوزو. لازم نديرو كاطو شباب نفرحوا به لا لوزا شيف مهدي ولا انفيتي سورتو. في هاد السمانه تاع تحدي الابداع راني حاب نزيد نطلع شويه في النيفو تاعي. بونتوراج اتو. بونتوراج. راه عندي طابليي بلو ومادا بيان كارديه. لي باتيسيي جات تالتكم به تبدعوا وتبينوا حبكم لامهاتكم في هذا التحدي. السلام عليكم. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في نهاية أسبوع الأمهات. هند طابلية زرقاء فلوب ومن بعدك شوية قريب طوب ومن بعدك واليوم وشنو؟ اليوم الله يعلم. أنا درت واش قلت لي؟ سبعت أي خرجت عليا في القنيدلات دوكا نزيد كملت عليها. يا أخي لا كاش ما صرا جيبوا لي الراغي. أي جدلتكم باش تعبروا عن شعوركم اتجاه امهاتكم بالباتيسري ديالكم ولا لا لا الشيف مهدي جد روحك مهدي. في هذا التحدي الابداع نستنى منكم تخدموا لي بالحب وبالحنانه. ما تنساوش باللي عيد الام سي ان جور تري امبورطون لازم اون ريسون ليموسيون في لا ديغوستاسيون. نستنى منكم دو ليكيليب في لي سافور في لي تيكستور سورتو في السكر في الكاتو تاعكم. اميوزيفو وفرحونا. عندك الحق مهدي بيان سير، كي تلحق للام كونوا كامل على طاعتها وعلى رضايتها بيان سير. تحدي الابداع تاع اليوم مناسب وغير شكل كما نقولوا اللي هو تاع الام بيان سير. حبيتكم تبهرونا وتبدعوا وتخرجوا كامل طاقتكم وابداعاتكم في هذا لوغاتو تاع اليوم باش نحسوا باللي صح سي فغي وتحبوا كامل لي مامون تاعكم وتحبوني انا باسكو انا تاني لا مامون ديالكم. الله يبارك. الله يبارك. وانتو عليك لالوزا. انا تاني نتعليكم نادي. ضيفتنا اليوم مقامها عالي وغالي تحت خيمه لو ميور باتيسيي الجزائري. هي خبيرة كبيرة في علم لاباتيسري. هي كذلك أم اسم على مسمى. نطلب منكم تستقبلوا بحفاوة أم محكوم. السلام عليكم لي باتيسي. وعليكم السلام. Bon, je suis très heureuse d'être de retour en Algérie pour voir les beaux gâteaux que vous allez nous faire. مرحبا بك مركوت ام كوت واش راكي راكي بخير. المره اللي فاتت كي جيتي عهدتك بحاجه قلت لك كي تولي لازم نلبس لك قويط ولا كاراكو. ايبا وهنا واجد ونورمالمون القياس يجيك كيما يحب الخاطر. دوك نروح نجيبو. لا لوزا تاع كريم اكروفا. الله يبارك. ان تري بو كاراكو. ان شاء الله برك يجيها تفضلي. يجيها ان شاء الله بسم الله. فوالا. جيني لوتر مان.
فوالا. واو ما شاء الله. هاي الفوفا ميرفي. هاي يا لولا يلا. دوك الدوا عروسة. Eh bien, merci beaucoup de cet accueil. Je suis très fière de porter ce caracou. Je ne suis pas venue les mains vides. Homo et moi, nous avons une surprise pour vous. Je vous invite à regarder ce qui se trouve sous vos plans de travail. Merci. Alors, vous devez faire un bon gâteau et moi, je compte sur vous pour faire attention à l'équilibre des goûts, des saveurs, du gâteau, des textures, enfin tout ce que vous savez qui fait un bon gâteau qu'on a envie de goûter et on a envie de se régaler. Pâtissier, pâtissière, عندكم تلت سوايع باش ترفعوا هذا التحدي. One, two, تري باتيسري. وها حضور ميركوت، رسائل مؤثره من عند اعز الناس لكل باتيسيه. طابليه زرقاء وزيد لها التحدي، ما كاش حافز اكثر من هكا. يلا يا جماعه ابدعوا. درت ان فون دو تارت بيستاش دونك سو بارتي سور اون بات سوكري. ابري جو في فير اون كريم دو بيستاش افيك دي مورسو تاع لا فريز فريش. وبعد كي جو في فير اون كومبوتي دو فريز ايبيسكوس. فوالا لو غاتو تاعي حيكون مدور. راني حندير اون بافارواز ماتشا و بور لانسير حندير ان سير فرومواز اون بليس راح نرمي له حبات تاع الفرومواز باش سافي دو لاماش. واني حندير لو بيسكوي جو كونت بيستاش هكا باش نديرو حاجه ليجير حاجه كلاس حاجه دوس باش يعجب نو ماما ويعجب فاني لا ميركوت. راح نبدا بالبيسكوي فينانسيي هو الاول اللي راح نبدا به باسكو لازم يطيب. عندكم ثلث ساعات خرجوا لو ميور باتيسيري بداخلكم. انا جيتي سور ميركوت. انا فرانشمون ما كنتش سور. برافو سوميه. انا قلت لكم سوميه هي الاولى اللي لا بونسي. راكم تحت انظار ايقونه لو ميور باتيسيري العالمي الأم ميركوت، وشرف كبير أنكم تبردوا لها قلبها. الحاجة الأولى اللي بديت بها دوكا هي لي زانسار تاوعي. عندي دو زانسار، واحد فرومبواز واحد سيترون فيغ. أنا لحقت على ربي لا سوربريز هادي، جو ماتوندي با. ديجا ميركوت سي اون تري غروند سوربريز. Vous êtes la surprise, t'as le bouquet de roses avec le petit mot, t'as mes enfants et tout. J'ai pas pu résister. Alors, Lyoum, j'ai tenté pour voir 20 phrases, les hier Louisa ou les phrases. Ou. Avec le boulot, je suis comme ça, je suis le gâteau, j'ai un mousse boîte. Bon, alors, la compote était à la phrase Rahibajda. مسؤولية كبيرة تجاه ثلاث أمهات، الأم ميركوت، الأم لوزة، والأم ديالكم. هيا كيلو وركزوا مليح باه تفرحوهم.
اليوم عيدهم يستاهلوا الطابلية الزرقاء كهدية. غزلان خيرت قلب من ذهب لأم من ذهب. ساسو اون جينواز على فاني وان كروكان على فريز. موس فيرفان سيترونيت وما بيناتهم ان سير فريز فيرفان. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Tablier zirka, Mercotte, chauffez bien. Tablier bleu, bravo. Et je compte le garder. Je te le souhaite. Alors, merci. Pour le garder, qu'est-ce que tu as décidé de faire comme gâteau aujourd'hui? Je vais faire un entremets. Oui. Je vais faire une mousse verveine. Oui. Un asserfraise. Oui. Et un financier aux zestes de citron. Oui. Ou un petit croquant. Un croquant à la fraise, c'est-à-dire chocolat fraise. Ah, inspiration pétine. Fraise, oui, oui, d'accord, très oui. Bien. Je vais floquer. Avec la feuilletine, voilà. Oui. Bon, je vais floquer bien. Mon entremets. Ah, tu vas floquer, c'est très bien. C'est plus facile le flocage que de faire un glaçage miroir. Je vais faire les deux. Ah, dommage. Es-tu sûre? Parce que le glaçage, déjà, ça apporte du sucre. Ouais. Ensuite, il faut vraiment très, très bien le réussir pour qu'il soit parfait, lisse, oui. Sans bulles. Mais bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut goûter? J'ai mon insert à la fraise. Ça? Oui. Petite cuillère, j'ai trouvé. C'est bien. C'est un crémeux à la verveine, c'est ça? Non, c'est l'insert fraise, la mousse verveine. Ah, c'est une mousse verveine. Oui, je vais infuser la verveine. Oui, oui, très bien. Oui. Mais fais attention parce que ça, c'est un petit peu sucré. Oui, donc mais la mousse ne sera pas. Oui, c'est pour ça que sucré. Je te demande ce que tu oui. Fais avec pour ça va. Désucrer. En plus, la verveine est citronnée, donc ça va. Oui. Équilibré. Oui. Ça va amener la petite note d'acidité qu'il oui. Faut. Oui. Super, ben écoute, bravo. Merci. On déballe comme Louise. Elle veut faire 3/4 flocage et 1/4 glaçage. Le glaçage, il faut vraiment qu'il soit parfait et qu'il n'apporte pas de sucre. Donc moi, je lui conseillerais vraiment de ne faire que du flocage. Pâtissier, pâtissière, il vous reste 2 heures. Zouch! زاد لي بزاف لو كوراج كي شفت بلي بلادي بعثوا لي جو تيم مامون زاد كتبوا لي مريم وليديا دونك افيك دي بيتي كور اون بليس داروا لي كولور لي مامانهم دارتهم دونك جو سوبر كونتونت. هند خيرت ان هيبيسكوس لوف مسنوب ان فينانسيير اي ان كروستيان بيستاش اون موس ا لا فريز اي اون كومبوتي فريز اي هيبيسكوس مغلف بغارنيتور بيتال دي هيبيسكوس او فوي دو ري. هاي داي مخبية سلام عليكم السلام هاي توقي لك تأثرتي بزاف شفتي تنحس بالأمومة شكري يا عمري ما شاء الله هذه هي الأمومة شتي حتى يكون عندنا دري باش نحسوا قيمة الأم ديالنا. واش عندنا اليوم؟ Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire puisqu'Aluna a le gâteau et tu aimes maman. Eh oui. Anna, il faut savoir que ma mère a un trouble dans le nez et le goût. Donc ma chim, ma elle a le goût. Ah. Ouais. Pourtant, tabaha nez et rat. Masha'Allah. Ouais. Surtout l'équilibre des saveurs. Donc l'équilibre des saveurs, elle a une idée. Tu peux venir de là. Wallah, elle a le goût, mais elle a bien le goût. C'est un don. Ouais. Le cœur, papa, il est. Il est. Donc que ma mère, donc tu sens 4 choses. اللي هو حاجة مرة حاجة حلوة حاجة أكخ وحاجة حامضة دونك اليوم خممت في الكاكازي باسكو عنده دي نوت تري اسيد اي تري فلورال اللي شخصيا نحبها بزاف وماما هي اللي علمته لي تجي في الدم ذا اكزاكتومون حبيت نسوسيها افيك دو لا فريز دونك جي في اون فريز ايبيسكوس اسكو فينانسي على بيستاش راح يكون نقيق لا حاش نخرمي الغلطه تاعي اي ان كروستيون على بيستاش افيك ان غلاساج ميغ داك فاني الوقت سينو جو بارتيري سور ان فلوكاج ماما ما يكفيك الوقت عندك تتسرع باذن الله ان شاء الله سي بيان حامض الحموضيه تخي بيان بصح ردي بالك الى لا بيستاش ما تغلبش لي غوتي على فريز وتاع جوستومون ولا بريباراسيون حامضه بزاف اه سي بالك على ليكيليبر دي تيكستور دي سافور اوكي نورمالمون باذن الله ان شاء الله جريسيري كوراج ان شاء الله يا ربي بارك الله فيكم ميرسي. هند راح دير لنا ان ميلونج ما بين لا فريز والكركادين والقارص لازم ترد بالها على خاطر لي تخوا برودوي قاطعين وقاصحين وفيهم الحموضه اني كون
كونسونطري مع البسكوي هذا، درت له عمليه جراحيه مسكي قطعته هكا مستطيل مدور الدنيا. علي عندكم الحريه في الخدمه وعندكم الوقت باش نشوفوا اجمل باتيسري، وعندكم كل واش يلزم قدامكم، ما عليكم غير تحركوا لنا قلوبنا كيما راكم تحركوا المقادير. واو هاجه لازم تجي عندك تعلميني لي فلا. خلاص داكور روحي عندي نعلمك لي كالي تكنيك، ما تكسريش راسك. ميرسي نعلمك كالي تكنيك. ميرسي. دونك جيسبر اليوم كيفاش يقول مهدي برد لها قلبها. باتيسي باتيسيير نص ساعة، يلا يلا نص ساعة نص ساعة، يلا هي اللي عنده كول اليمونتير كول اليمونتير. يلا يلا مروة مروة نص ساعة. وليت نتوسوس كي نشوفهم كاملين يجري وانا شويه عليا، ولا نكون كملت ولا حتاج مودي بالكني عامله حاجه تخوف سام بالك مانيش عامله شي حاجه. احتال درك كلش بخير، ورانا نشوفوا عده اشكال وانواع وعده طرق في الخدمه. جاريف با لافير. بسم الله. اولا لا اولا لا اولا لا Il a pas pris, il a pas pris, il a pas pris. Il a pas encore pris. هند هذا وين قلنا كلش بخير؟ عيناك وقيل ان شاء الله سلامات. جمد الكاطو تاعك من الفوق، جمد مليح من تحت مازال. قولي والله والله. هذه هي المنافسه، اليوم انت وغدوه واحد اخر، الاهم لازم نلقاو الحل. باتيسي باتيسي 10 دقائق، يلا يلا ما بقاش ما بقاش 10 دقائق، يلا يلا يلا. وعين ماني راهي عليكم. دقائق الاخرين دخلنا في الفينيسيون، باه تقدموا اجمل هديه في اخر تحدي الاسبوع الثالث لاجمل انسانه في حياتنا. يا لو كان بابسط شيء خلات كل باتيسي يدير مجهود وأكثر باه يهدي لك الطابلية الزرقاء. باتيسي باتيسي يلا ثلاث دقائق، يلا يلا حطوا لا باتيسخي تاع الأمهات، يلا 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 يلا, يلا. باتيسي باتيسي دقيقة الأخرى دقيقة الأخرى، يلا يلا الدقيقة الأخيرة، يلا 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 ما بقاش ما بقاش، يلا يلا حطوا باتيسي. يلا أصعب لحظة باتيسي يمر بها كي تكون النتيجة النهائية عكس واش كان متوقع، وحالة هند تلخص كل شيء. هذا ما يمنعش باش ما يفقدش الأمل ويواصل خدمته ويسلك واش لازم ويوصل للهدف اللي جا على جالو. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد فرفرو، يلا يعطيكم الصحة، يلا يعطيكم الصحة. اللجنة رايحة تدوق وتميز حنانة لاباتيسي ديالكم ورطابة يديكم. سي دور كي تكوني على بالك بروحك بلي دي تروك تو ميتريز وعلى جال سوسي بريزو فرو. ميم سي جو ميز غرو سور لو غو. جو سي با سي سا فا م سوفي فرانشمون جو ني اوكون ايدي. جي ميم بلو لا فورس دو بارلي. بعد ثلاث ساعات شفنا إبداع، شفنا خدمة، وشفنا دموع، ودورك نشوفوا رأي لجنة التحكيم. اللجنة راهي حاضرة متكونة من ضيفتنا ميركوت، الشيف مهدي ولا لوزا، باش يدوقوا يميزوا ومن بعد ينقطوا لاباتيسري بمشاعركم. تفضلي هند. هند خانها الحظ في الديمولاج لكن يبقى الدوق. T'as eu un petit problème avec ton glaçage? C'est pas grave. C'était pas le glaçage. Au fait, j'ai eu... C'était le démoulage? Ouais.
Il faut se méfier avec les moules en silicone parce qu'au congélateur, ça met beaucoup plus de temps à prendre et en plus, d'autant plus que ton gâteau est quand même très haut. Ouais. Donc après, effectivement, s'il n'est pas pris, le glaçage, après, ça pose des problèmes. درتي ان بو ميلانج ما بين الكركادين ولا فريز ولا بيستاش، نحس بهذاك لو ميلانج فريمون خرج ما شاء الله عليك ويعطيك الصحه. حتى الكروستيون حاضر كامل، كلش واش درتي فيه كامل راهو حاضر يعطيك الصحه. هند انا الكاتو تاعك عجبني فريمون، لي تيكستور شابين، الدوزاج تاع لا جيلاتين عرفتي كومون لي ميتريزي، الكروستيون تاعك رقيق برافو عليك، لو بيسكوي ما شاء الله. ميرسي هند. مروه دارت لنا غاتو مليان حنانه. مروه لو غاتو تاعك نحسو به فريمون بالحنان، عنده واحد الشعور فريمون مخالف، خرجت بزاف 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 شابه لي غاداسون بان بين لو فرونسي لو كلير. يعطيك الصحه، يقعد الدوق بيان سور ان شاء الله. alors première impression c'est quand même très sucré. Ça enrobe le palais de sucre. La bavaroise n'est pas prise, donc tu vois que ça s'étale, c'est dommage, parce qu'elle est, elle est gustativement, c'est intéressant, mais elle est beaucoup trop liquide. Tu vois, c'est un gâteau qui, dès que tu le mets dans l'assiette, ça ne tient pas. C'est assez intéressant, ton croustillant, je pensais qu'il est très présent, mais il est agréable à la dégustation, il amène de la mâche, donc ça, c'est bien. Marwa, l'idée de taak, Shabba. L'idée de mettre la matcha dans le gâteau taak, c'est une très bonne idée. Dommage, l'insert taak barid, mais elle barid chouïa. Et le croustillant ajebni, mais qui m'a gâté de mercotte, ça ne se tient pas beaucoup. Ok? Merci quand même. Vous en faites, merci. Sophia, barid l'na had tuhfan mama. Sophia, le gâteau taak, je suis bzef, vraiment ajebni. انا نشوفو لا سامبليسيتي في الديكور، سي ان غران برافو. الفلوكاج تاعك بيان ميتريزي، حاجه البتي ديتاي سي قبل ديري الفلوكاج باش ما يجيش هذاك لو تري اللي في الوسط، لازم نسكولتيه بالموس اوكي، ويجي كلشي لي سي بارفيت. بصح غران غران برافو. ميرسي. انا نقول لك صوفيا على الكو تاعك، يعني يعطيك الصحه، لو كافي لو شوكولا الكروستيون هادو كامل راهم حاضرين في الكاطو تاعك، لي ترو كلاسي. انا حسيتو مي شولي جعلات كلاسي بيان سور. جي ايمي لو كاطو ا لا ديكوب، il est très beau vraiment, il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, les couches sont bien régulières et tout, la noisette et le croustillant, ça c'est parfait, la mousse au chocolat très bien. Moi, je pense que ton crémeux café, c'est pas qu'il est glacé, c'est qu'il est trop collé. Mais les goûts sont là, l'équilibre des goûts est là aussi, il n'y a pas trop de tonka. Donc, c'est un très bon gâteau, il y a quelques petits défauts techniques à revoir. Rafiq, décor et l'air modalium. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée de faire un entremets sous forme de tarte. Ça, c'est une très belle idée. Et une jolie décoration. Si je veux rentrer dans les détails, la pâte, elle n'est pas suffisamment cuite, ça se voit tout de suite. Il faut la cuire longtemps et à faible température si tu veux avoir une pâte uniformément dorée. Il y a quelques petits défauts sur le flocage, mais c'est joli. Et les fruits sur le dessus, ça apporte de la fraîcheur et de la couleur. Merci. Donc bravo. Rafiq, déjà bravo. L'idée de taak, de la cardamome, avec toutes les préparations, mashallah. On a la cardamome, غير chouïa. الكادو عجبني بزاف، ميرسي بوكو. ميرسي شكرا. رفيق نقول لك يعطيك الصحة على الدوزاج تاع الكركادين اللي درتو في لاكخيم ديالك. ميرسي بوكو. نحسو به غير أبان، سما ما فاتش لي زوطخ إنغريديون ولا لي زوطخ برودوي. حاجة برك لاباط تاعك جات شوية خشينة. جات شوية خشينة تاني ثقيلة شوية ويابسة. سمية يعطيك الصحة ويحفظ لك ميمتك. تاع لا بريونس تاع لو كلاصاج تاعك راهي فريمون واضحه، يعطيك الصحه، يقعد الدوق ان شاء الله يكون دلعين. يسلمك. tu vois le glaçage, ça te fait une couche élastique qui se dissocie du reste. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment le problème de la plupart des glaçages. Il faut vraiment bien doser et la température et son appareil pour avoir un glaçage excessivement fin qui ne va pas se décoller, qui va faire partie intégrante du gâteau.
سميني انا في الجو مانيش نحس في لا فريز مالوغوزمون. الحاجه المليحه سيك فريمون لو غو تاع النعناع عجبني بزاف. دوماج راه بارد بصح تقول راني نشرب فيه تاي سي تري اغريابل. لا مادلين شويه يابسه كنت نستنى حاجه خفيفه. اللي عجبني في الكاتو تاعك سي النعناع. ميرسي سميني. هاجر ما راهيش حابه تضيع الطابليه الزرقاء. هاجر برافو الكاتو تاعك فريمون تري بيان فيني. لي روز بوشي هكذاك ما شاء الله عليك سي تكنيك وجبتيهم ان غران غران برافو جيسبر لو غو يكون كيبان فيزوال ان شاء الله. Alors c'est frais, c'est très agréable, vraiment. Un sponge cake c'est moelleux. Oui. Et là c'est un biscuit qui est très dur. Oui. C'est pas du tout la texture qu'on attend d'un sponge cake. Mais la gelée, c'est une gelée citron vert. Oui. La gelée est très bonne. Merci. C'est un bon gâteau. Il y a quelques petits défauts. Aussi bien dans la construction, il faut penser à équilibrer les couches. Oui. Tu vois, on met jamais deux gelées l'une sur l'autre. Mais autrement, c'est très bien. Merci. حاجة الأولى كما تعرفيني في لاديكوب كنش في لاديكوب فريمون بيان فيني وفدها المهجي كما يلزم الحال نقول لك فريمون يعطيك الصحة. طبقات تاع لوكاتو تاعك كامل كانوا واضحين لو دوزاج تاع ما ورد اللي كنا خايفين منه شوية مي تو انتيليجونت درتي لو دوزاج فريمون ناقص كالكو غوت كما قلت لك خرج لك فريمون هايل مع لو سيترون ما شاء الله عليك. أزهار جميلة لتأكيد التوب في التحدي الثاني. C'est joli, c'est élégant. Le flocage, bon, il y a quelques petits défauts. Maintenant, moi, j'attends de voir le goût, parce que le plus important, c'est le goût, on le sait bien. Allez, Ayan Dogo. on y va. Linda, le chose la mieux, les textures tawak, bien maîtrisées. لو غو د لا مور انا نحسو فيه السيترون انا نحسو فيه بصح لا نكتارين ما كانش لو كان ديرتي الكاطو تاعك موان عالي باسكو بان كاين بزاف لي كوش لتحت مي ماهوش حلو. ميرسي. حاجه الاولى نقول لك ليندا يعطيك الصحه على الكاطو تاعك. لو بيسكويت تاعك مويلو نحسو به فريمون بيان لي فروي تاعك نحسو بهم تري تري بيان ونحسو بوكو بليس لا مونت اي لو سيترون فريمون حاضرين كيما وعدتينا. نقول لك يعطيك الصحه. غزلان وقلب الام الحنين باه تحافظ على الصداره. غزلان راح نقول لك انا بلاني فرحانه بزاف باللو كاطو تاعك. درتي ان ميلونج دو كولور درتي لو مارون و لو روج فريمون خرج ما شاء الله عليه. درتي الفلوكاج مع لو كلاصاج فريمون نقول لك يعطيك الصحه. انا نحسب بلي ان غاتو فريمون بيان فيني يقعد الدوق ان شاء الله يكون بنين. لا موس elle est juste comme il faut très très bien. J'aurais aimé un tout petit peu plus de sentir un peu plus la verveine citronnelle, on la sent mais c'est assez subtil. L'insert aux fruits dans la fraise là c'est très bien aussi. Le croustillant, il est gustativement, il est très intéressant avec le chocolat fraise, mais tu vois qu'il se défait, il se délite. Peut-être tu aurais dû le mettre plutôt sur le biscuit et pas en bas, mais ça c'est pas grave. Donc bravo pour la construction, dommage pour le glaçage. Rizlen, ni ajebni fil gâteau tarak, c'est les textures. Vraiment, t'as bien maîtrisé la gélatine. Un hassouf la fraise, un hassouf. Chaque préparation de dirtihom vraiment subtile. Le gâteau fait l'hnana bzev. C'est très doux. Bzef, la Louza. C'est un gâteau vraiment très doux. Mashallah. Lejna, elle est mtkouna min Merkot, Difa, Chef Mehdi, ou la Louza, rahom daqou, mizou, ou stbnou. L'an, rahi nishtemou, ou yqarrou. Tfadlou. Yadra. شكون راح يبرد قلب الأم والأم ميركوت؟ اللجنة بعد ما داقت استبنت حققت راهي قررت. نبدأ بضيفتنا اليوم ميركوت. ميركوت قولي لنا وش هي الباتيسري اللي بردت لك قلبك؟ alors mon coup de cœur
va à Sophia. Alors, ton gâteau, il était simple, efficace, équilibré, bon, tout quoi. C'est ce qu'on attend d'un entremets. Quelque chose que la promesse soit là. Tu avais promis du chocolat, du café, c'était là, l'aspect. C'était pas un glaçage, c'était un flocage. Donc, vous avez compris que je suis fan des flocages. Hein. Donc, c'était un flocage. Donc, très, très bien. La décoration simple, de bon goût, bravo. Merci, c'est vraiment Mercotte. Mon coup de cœur. Merci. Yatik saha, Mercotte, Lizortina, Omar Habibik, Otkadi Trohi, Utzouhi, Bilkarako Dialek. En tout cas, merci à vous. C'était vraiment, vous êtes de très bons pâtissiers. Merci. Et j'ai été impressionnée par tous les gâteaux que vous avez faits. Il y a quelques petits détails qui sont à améliorer, mais c'est vraiment pas beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Au revoir. الآن الشيف مهدي ولا لوزا رايحين يجتمعوا ويقروا شكون يستاهل الطابية الزرقاء وشكون راح يغادرنا. تفضلوا. سبع ساعات عمل راح تتلخص على شكل جدول تنقيط اللي بيه يقدروا اللي الشيف تاوعنا يحكموا ويخيروا بكل حيادية صاحب أجمل هدية واللي راح يحصل على الطابلية الزرقاء ويخيروا تاني شكون ما كاش في الموعد تخليه يغادر خيمة لو ميور باتيسيير. في اختتام أسبوع كان معمر بالمشاعر والدموع. يلا نشوفوا رأي لجنة التحكيم. نختموا هذا الأسبوع معمر بالحنانة بقرار اللجنة. اللجنة مشكلة من الشيف مهدي ولا لوزا اللي حكموا وقروا شكون يستاهل منكم الطابلية الزرقاء هذا الأسبوع. غزلان طابلية بلو pour la deuxième fois, je suis très 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 contente. عاولت عليه وعبيته. La semaine passée, c'était quelque chose, c'était pour mon père. Maintenant, c'est pour ma mère. Ghislaine, درتي سمانه ما شاء الله. Continue comme ça. Merci. يعطيك الصحه غزلان الطابليه والماتك. Merci. Bravo. Merci. كما على بالكم في قانون لو ميور باتيسيير الجزائري واحد ولا وحده منكم لازم تغادرنا. شكون اللي رانا رايحين نبقيوه ولا نبقيوها على خير هذا الأسبوع؟ هو هند. لا سمي. الحمد لله أني لحقت لهنا. يبقاو لي في راسي بزاف دي سوفونير من أجمل لي سوفونير ولي رمارك لي جايو سيتي الكو دو كور تاع شيف عبير اي سورتو سورتو نهار جا لي شيف مهدي في لو بلان دو ترافاي وقال لي هند tu as toutes les qualités pour être une professionnelle. تما قلت له شيف ميم اذا ما ربحتش جايو tout ce que je voulais. هند malheureusement c'est un concours qui m'a على بالك لازم on prend des décisions. Ouais. عندك بوتنسيال كبير في لا باتيسري. Ouais. Je te souhaite vraiment le meilleur في الدومين ان شاء الله ما ننساش لو تيران تنس تاعك خلي السوريغ تاعك اي ميرسي بوكو ميرسي ابو هند نقول لك يعطيك الصحه على الجهد والتعب اللي تعبتيه باش تمدي لنا احسن ما عندك في الخدمه ديالك انا نقول لك برافو فريمون عطيت لنا الحاجه اللي كنا حابينها والبنينه ان شاء الله ميرسي تعلي اكثر من هكذا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحة نتلاقاو إن شاء الله في الأسبوع الرابع. سمية أني نشوف الطابلية ديالك زوج وجوه وراكي سلكتي بصح ما تسلكيش الآن جوزي جوزو تفضلوا معاها مهدي وديرينا نكهة الورد هيا تفضلي ديري أمو مهدي تفضلي تفضلي Je suis juste, 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 je suis juste,